عليكم، حياكم الله، مسيكم بالخير. من زمان ما طلعت أصحح بعض الأخبار والمفاهيم الخاطئة، لأنه كمية الأخبار المكذوبة والخاطئة والمغلوطة يعني سيل هادر، واحد ما يقدر وش يرد وش يخلي. لكن في خبر مفزع حقيقة طلع قبل أيام، طلع تقريبا في 26 الشهر الماضي، طلع على أنه في فيروس جديد اسمه نيباه طالعين من الصين. هذا الخبر اجتاح وسائل الإعلام العربية بقوة وبعنف. الخبر تقريبا ما انتشر إلا في العالم العربي بس، وفي بريطانيا نشرت جريدة الغارديان، هي سبقتهم 3 أيام بس، وهذولا يعني بعدها بأربعة أيام تقريبا أو شيء نشروا الخبر بقوة وبعنف، يعني بشكل يعني حقيقة أرعب الناس وخوفهم. الخبر نشر يوم 26 يناير في الغارديان. طبعا اليوم الثاني الصحيفة على طول قامت وعدلت في الخبر، لأنها اكتشفت إن الخبر هذا يعني ما يستاهل إنه ينشر. لكن هذول للأسف الشديد ما التفتوا للتعديل حق الجريدة البريطانية، وإنما خذوه ونشروه وأضافوا عليه وحطوا عليه بهارات. فيروس نيباه هذا موجود من 20 سنة، وهم يحسبون إنه جديد فريش. هذا شيء. الشيء الثاني طبعا هم يهمهم جدا الإثارة، يهمهم عدد القراء، يهمهم يعني إن الناس يتابعونهم عشان إعلانات، وعشان يعني يقول جانا كذا متابعين شافوا إنه كذا. هذا طبعا هذا هو الأهم عندهم، أما صحة المعلومة ما أدري والله يهمهم ولا لا كثير. موجود في الصين والهند وبنغلاديش وكثير من الدول الآسيوية والشرق آسيوية، ومعدل الوفيات فيه تقريبا شبه ثابت حتى مع وجود كورونا، ما في جديد عليه أبدا. مصدر الخبر هو فقط الغارديان، وهذا ليس جائحة ولا هم يحزنون ولا يروع ولا يخوف، وله بحولنا ولنا بحوله. فيعني نبي نطمن الناس، وأتمنى إنه يكون عندنا مركز يعني في محررين علميين يسألونهم الصحافة والجرائد والإعلام قبل ما ينشرون مثل الأخبار، مقابل يعني لو هيئة الغذاء والدواء تتبنى مثل هالشيء عندنا، بحيث إنه الصحيفة ولا يسألون السلام عليكم وعليكم السلام وش رأيكم في هالموضوع، نتكلم عنه نطرحه، هل هو صحيح، هل هو جدي، هل هو خطر، بدل ما نروع الناس ونخوفهم. فيما يتعلق بالأكل والشرب والأطعمة والأغذية، أحيانا بعض الجهات الإعلامية عندها مكان فاضي فتحط فيه معلومات عن غذاء بس جابته من جوجل وحطته، قد يكون في مريض يصدق ذا المعلومة يروح يأكل هذا الشيء يموت بسببها، نعم، أو يصير فشل كلوي أو يتضرر أو إلى آخره، وهم ناقلين فقط من جوجل يعني مصدرهم، مثل ما صدر مصدرهم الغارديان. هذا الشيء ترى يعني نحتاج أن نتأكد من هالمعلومات بدل ما ننشرها. كثير من الناس تضرروا حقيقة، يصدقون يشوفون عدد المشاهدين وعدد المتابعين ويعتقدون هذول يفهمون ويعرفون. فيما يتعلق بنشر معلومات تتكلم عن فعالية التطعيمات أو الأدوية أو علاجات بعض الأمراض، أتمنى أن يكون عندنا مركز وجهات تحاسب هؤلاء، وأن يكون مصدر لهم يعني يستفيدون منه، تكون المعلومة جاهزة خذها وانشر. أما أنك تجيب من عندك عشان إثارة وهذا وضر الناس، هذا ظلم. وأنا متأكد أنه فيه إن شاء الله ناس فيهم الخير كثير في هالبلد، إذا وصلهم مثل هالشيء أتمنى أنهم يبادرون ويأسسون هالمركز، هذا مركز يكون مرجع للجميع، ادخل وخذ المعلومة منه. السلام عليكم، مع السلامة.